إنني أنوي الحج هذا العام، وأريد من فضيلتكم التكرم بإفادتي بكيفية الفدية وما هي الأسباب التي تؤدي إليها، جزاكم الله خيرا. الفدية تجب على القارن وعلى المتمتع. القارن الذي قرن بين الحج والعمرة بإحرام واحد ونية واحدة، والمتمتع الذي أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه، هذا تجب عليه الفدية. قوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهو ذبح شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة، يعني اشتري السبعة في بدنه يعني في بعير أو في بقرة. وأما الهدي الواجب غير دم التمتع فهو ما يجب عن فعل محظور من محظورات الإحرام كقتل الصيد وحلق الشعر ومس الطيب وغير ذلك. إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فهذا يجب عليه الفدية على تفصيل في ذلك. وكذلك من ترك واجبا من واجبات الحج، فمن ترك الإحرام من الميقات قد مر بالميقات وأحرم بعدما تجاوزه فلا عليه فدية عن ترك الواجب. كذلك من ترك البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، لأنه صرف قبل غروب الشمس ولم يرجع، هذا عليه فدية لأنه ترك واجبا. وكذلك من ترك المبيت في مزدلفة من غير عذر شرعي، فهذا أيضا يجب عليه فدية عن المبيت في مزدلفة لأنه واجب من واجبات الحج. كذلك من ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق من غير عذر شرعي. كذلك من ترك قمي الجمار أو واحدة من الجمار لم يرمها وفات الوقت فإنه يجب عليه فدية. كذلك من ترك طواف الوداع فإنه يجب عليه فدية إلا الحائض فإنها ليس عليها وداع. فالحاصل أن الفدية تجب إما عن متعة أو قران وإما عن ترك واجب أو فعل محظور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.